الفار وعدم وجوده في دور المجموعات محمد يجي على ذهننا دائما عمان والظلم اللي حصل له في مباراه اليابان، لكن من اكثر المنتخبات اللي تضررت من عدم وجود الفار في دور المجموعات؟ بالتاكيد يمكن المنتخب العماني يمكن يكون اكثر فريق تضرر في مباراته خاصه امام اليابان. لكن حتى مباراتنا السابقه يعني مع المنتخب القطري يمكن فيه يعني كان في خشونه زايده من بعض اللاعبين القطريين، مع ذلك يعني لو في فار بالتاكيد انا متاكد انه ممكن انه يكون لنا يعني كروت معينه على المنتخب القطري اكثر من اتكلم من يعني حدث داخل المباراه. بس على ذلك جميع المباريات الموجوده بالتاكيد لو موجود فيها فار بيكون فيها اختلاف، يعني في اشياء كثيره مختلفه داخل ارضيه الملعب. لكن هذا لا يعني ان الفار 100% حيكون يعني يسوي عمليه فير او عداله بين الانديه، ولكن على الاقل تكون الاخطاء اقل يعني نوعا ما. لكن الميزه بالبطوله يمكن هذه هي وجود مرحله استشفاء بين يمكن عدد المجموعات وكثره عدد المجموعات، يعني اعطت فرصه للمنتخبات انه لما يخسر او زي كذا يرتب اوراقه بشكل جيد او يرتب اموره بشكل ايجابي، يعني يكون عنده فرصه. يعني يمكن البطولات السابقه يعني صالح تكلم عن عمليه الاستثمار، وانا اعتقد ان وصالح قال المفروض التصفيات وبعدين يطلع، انا اعتقد بعدين يطلعون للتجمع. انا اعتقد انه التجمع دائما هو اللي يحدث يعني يكون فيها عمليه استثمار، يعني تكون عمليه استثمار اكثر من مباريات الذهاب والاياب. احنا شاهدنا يمكن تصفيات كاس العالم اللي راحت ما فيها يعني ذاك استثمار العائد الاستثماري الكبير على الاتحاد الاسيوي لكره القدم، فالاستثمار دائما يعود بالبطولات المجمعه، والدليل على ذلك كاس العالم تشوف كيف تتم صحيح. يعني حتى كاس يعني كاس العالم للانديه نفس القضيه، يعني فلما تكون مجمعه دائما يكون فيها قضيه استثمار اكبر، ولذلك هذه يمكن من الايجابي في المجال الاستثماري للاتحاد نفسه. طيب دكتور جاسم لو في